السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباقة من قناة كباقة تي في. الأمير هارلي اللي اتجوز واحدة مش من سلالة الدم الملكية، الأمير هارلي وزوجته ميجان يعلنان انفصالهما نهائيا. انفصالهما نهائيا عن العيلة المالكة، هما بيحبوا بعض، والتاني خاطر بلقب الأمير، وخاطر بالقصر الملكي بكنجهام اللي في لندن، وخاطر بمستقبله وفلوسه وثروته عشان يتجوز واحدة من عامة الشعب. وبعد كده الملكة عاقبته، أو الدستور أو العادات الملكية في إنجلترا منعته، قالت له يا أنت عاق، أنت عاق عاق، ومنعته من الألقاب، ومنعته انفصل من العيلة، ما بقاش الأمير خلاص هارلي، بقى هارلي كده عادي، يعني أنت تشوفه في الشارع أنا هارلي، أنا هارلي، لكن هو لو تبع البتاع لازم تشوفه هارلي باشا، اتفضل هارلي باشا.